وين بدونا؟ وين بدونا؟ وين بدونا؟ حنضلنا قاعدين هان خلاص. وين بك موتنا وقدحنا نو وريحنا. لو دخلوا اليهود على منطقة رفح أنا بتدمر كليا، مبلغ وقدره، محلاتي بروحي، فرزراتي بروحي، ثلاجاتي بروحي، أرض بتروح، دار بتروح، تمش ولا حاجة، نسكن في الشارع في الخلا. اليهود لو صاروا داخلين رفح يعني احنا حنخسر خسائر كثير، وحنخسر يعني مالنا، وحنخسر بضاعتنا كلها يعني. يعني بس يعني عادي للناس، يعني فدا الناس، يعني يعني الناس اللي اولادها ماتوا، اولادهم يعني كلهم يعني مش احسن منا. صامد صامد للنهاية. أما أطلع من رفح لا، فيش إمكانية إطلاقا. اللي معاه مصاري وخايف عماله، مش خايف عوطن، هذا يقول يصرف، واللي خايف عوطن يظل صامد.